ختامها مسك. آخر فقرة معانا النهاردة في نهارك سعيد هي فقرة مع ضيفي المهندس مصطفى سيد، أو العالم مصطفى سيد، عضو في فريق الباحثين الغير أمريكيين في وكالة ناسا، ناشر 3 أبحاث في 3 مجالات دولية في فيزياء وهندسة الفضاء، حاصل على جائزة أفضل باحث في هندسة الفضاء من وكالة ناسا العام 2015 في مسابقة سبيس آب، مرشح لمنصب السفير العلمي لجامعة الدول العربية. ده غير حضراتكم عدد كبير جدا من السطور يعني في السي في بتاعه. مبدئيا كده صباح الخير سياده العالم مهندس مصطفى سيد. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله تمام. مصطفى وحشتنا، لانك انت كنت معانا تقريبا في رمضان اللي فات او قبل رمضان بشويه تقريبا، واستضفناه هنا وكان بيعرض ايه الابحاث اللي هو بيعملها، وبالفعل في انجاز حصل انه الانتاج الحربي حصل اتفاق ما بينه وما بين الانتاج الحربي في تصنيع عدد من الاختراعات اللي حضرتك كنت عرضتها علينا في اليوم اللي انت استضفناك هنا فيه. تمام. صباح الخير. صباح النور. نورتنا سيادة العالم. ربنا يخليك. بص بقى، انا مش عايز اتكلم في اللي فات، مش عايز اتكلم في السي في بتاعك. السي في بتاعك ممكن حضرتك لو ينفع ان احنا نحط الويب سايت بتاعك، اللي عايز يعرف السي في بتاعك مع العالم الكبير ده اللي هو سنه ما تعداش ال 24 سنه حضرتك هتخشه. خلينا نبتدي من اخر حاجه. تمام. حضرتك عملت اتفاق مع الانتاج الحربي في تصنيع عدد من الاختراعات بتاعتك. اول اختراع كان ايه؟ وكان جهاز باور سيف او جهاز تخزين الكهرباء. هو خليني نقول الاتفاق بيننا وبين الانتاج الحربي مش على تصنيع بس جهاز واحد. تمام. هو اتفاقية تصنيع كاملة. حلو. بمعنى اصح ان احنا عندنا منتجات عايزين نصنعها، الانتاج الحربي هيصنعها لنا، وهم عندهم منتجات احنا هنطور فيها وفي منتجات جديدة هنضيفها. عظيم. فالتصنيع هيكون مشترك. حلو. اتكلم على الجزء الخاص بمنتجاتنا اللي احنا عايزين الانتاج الحربي يصنعها او اللي كان الاتفاق يصنعها. استأذنك، كان في صعوبة في انك انت تلاقي حد في مصر يهتم بالبحث العلمي بتاعك والاختراعات بتاعتك؟ طبيعي طبيعي، كانت صعوبة جامدة جدا، ولحد دلوقتي احنا بنعاني، وخاصة ان المستثمرين في مصر، انا مستغرب ودي حابب اتكلم فيها، مستثمرين في مصر كأنهم مش موجودين، ما بيناموش الابتكار، ما عندهمش حماسة ان يكون في منتج صناعة مصرية، كله بيفضل المستورد، رغم ان دي حاجة غريبة. المفروض ان احنا دلوقتي بنقول ان احنا عايزين ناخد بلدنا لمنطقة التطور، التطور هيجي ازاي واحنا بلد مش صناعية واحنا ما بنصنعش منتجاتنا؟ أي. فلما يكون عندنا منتج ويكون بتكنولوجيا متطورة مش موجودة على مستوى العالم كله. نعم. والتكنولوجيا تكون الفكرة مصرية، تنفيذ مصري، الصناعة مصري، بخامات مصرية. عظيم. ليه ما ندعمش حاجة زي كده؟ طيب أنا هضيف على الكلام اللي قاله مصطفى أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر العلمي الأخير، وأنا كنت موجود في الهواء تاني يوم، وكان منشتات في الصحف المصرية 17 مليار تخصيص 17 مليار جنيه مصري للبحث العلمي. طيب السادة المسؤولين اللي موجودين وسمعنا، أتمنى أن يوصل عندنا عالم مصري اتفق مع الانتاج الحربي في تصنيع عدد كبير من المنتجات اللي هنستعرضها دلوقتي حالا. أرجو من المستثمرين المصريين أن احنا نهتم بهذا المخترع، لأن شباب كتير قوي هيحصل له تراجع لما يلاقي أن مصطفى ما حصلش منه حاجة أو ما حصلش إنجاز. تفضل يا مصطفى، أول اختراع بعد إذنك اتفقت مع الانتاج الحربي في تصنيعه. جهاز باور سيف، الجهاز ده هو بيخزن الكهرباء، ولما الكهرباء تقطع او لو انا حابب اخفف الاحمال هو يبدا يشغل الاماكن، غير ان هو بيعمل تكبير للكهرباء، الباور اللي هو بياخده يعني مثلا بيسحب من الكهرباء العاديه كيلو وات بيحولها ل 2 كيلو وات، فبالتالي بيزود الكهرباء وبيساعدني ان انا اخفف الاحمال. لو الدوله عاوزه تستخدمه على مدى واسع في ان هي تعمل ساعات معينه تقفل فيها محطات الكهرباء يكون تخفيف في الأحمال، فتوفير للبلد، توفير فلوس البترول اللي بنستخدمه عشان نشغل بيه محطات الكهرباء أو السولار، توفير في الأيدي العاملة، وكمان أمان على الأجهزة الكهربائية، لأن معظم الأماكن في مصر بيبقى الكهرباء فيها الفولت يا إما عالي يا إما قليل، فبيسبب تلف في الأجهزة الكهربائية. فالجهاز بتاعنا بيحافظ على الجهد ثابت، بالتالي بيحافظ على عمر الأجهزة الكهربائية لعمرها الافتراضي، وكمان تطوير وتكنولوجيا عالية جدا ومتطورة وأرخص من التكنولوجيا اللي بره اللي موجودة بره، يعني أفضل من التكنولوجيا اللي موجودة وإمكانيات كبيرة وأرخص من سعر تقريبا نص الثمن.
باور سيف حضرتك بتعمل زي شبه جنريتور. جنريتور ده اللي هو مولد الكهرباء اللي ممكن حضرتك انت عارفه انك انت بت 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 بتحط بنزين او جاز عشان تولده وبيبقى صوته عالي. لكن ده ما فيهوش لا بنزين ولا صوت عالي، غير انه ممكن استخدم عليه الطاقه الطبيعيه، استخدم عليه خلايا شمسيه، توربينات رياح، مش بس الكهرباء اللي انا بسحبها من البيوت. فهو حاجة جديدة. خلينا نبسط الموضوع. حضرتك اتكلمت على الدولة ممكن تستخدمه ازاي، لا خلينا لو بسطناها للناس اللي موجودين في البيوت ممكن تستخدم باور سيف ده ازاي. هو مجرد ان هو بيوصله باي فيشة ويفصل عداد الكهرباء اللي حابب يشتغل عليه ويشغل اي جهاز او الشقة كلها على الجهاز ده. وفي احنا اوقات بنوصلها على العداد بتاع الكهرباء بحيث ان الكهرباء لما تفصل اوتوماتيك الجهاز نفسه يشغل المكان. فدي اجزاء وممكن يوصل عليه اي جهاز كهربي مباشره، غير ان احنا قدرنا نوصل ان مش بس يكون عندك جهاز تقدر تستخدمه، ده احنا وصلنا ان احنا حولنا كل الاجهزه الكهربيه لاجهزه قابله للشحن. يعني التلفزيون يقدر يشتغل مده من غير كهرباء، المروحه تقدر تشتغل مده من غير ما اوصلها بالكهرباء، التكييف، كل الثلاجه، الغساله، السخان، كل الاجهزه بتاعتنا اللي بتستخدم بالكهرباء اقدر اخليها اجهزه قابله للشحن. نبسط اكثر للمشاهد المصري ويا رب حد يسمعنا. حضرتك معناها انك انت المروحه دي ممكن تشغلها او تشحنها مثلا، تشحن الجهاز ده اللي بيشغل المروحه لمده قد ايه؟ مثلا ربع ساعه، ممكن توصل مده تشغيل المروحه ل 17 ساعه. بشحن ربع ساعة بشغلها 14 ساعة، ده بنفس الباور، بالفول باور بتاع بنفس الباور. ايه تاني غير المروحة؟ التكييف، التلفزيون، الغسالة، كل الأجهزة الكهربائية. أشحن الجهاز اللي هيشغل الجهاز ربع ساعة هيديني المدة على حسب الباور بتاعها، يعني حسب مثلا التكييف بيسحب كام كيلو والجهاز اللي هو واخده كام كيلو يقدر يشغله مدة الساعات. يعني في أجهزة بتوصل إن هي تشغل التكييف 4 ساعات متواصلة من غير ما أوصله بالكهرباء. حلو. والتكييف هو أعلى الأجهزة بقدرة كهربائية، يعني بيبدأ من 1.5 حصان. طيب نقول الانجاز بقى، مع التعاون مع الانتاج الحربي حضرتك طلعتوا المنتج ده اوريدي؟ طلعنا المنتج وفي صور يا ريت تتعرض او فيديوهات للجهاز المنتج. انا استاذه غاده لو الاعداد جايب بالصور دي بعد اذنكم ممكن نشوفها مع بعض ونشوف المنتج، لان المنتج شكله تحفه جدا. التكنولوجيا بتاعته عاليه جدا، الوزن بتاعه خفيف، في مميزات كتيره، سهل التنقل، ما فيهوش صوت خالص، يعني وانت شغال ما بتسمعش صوت خالص. دي عندي سؤال واضح وصريح. تمام. هذا الجهاز موجود في اي حته في العالم؟ لا، مش موجود. التكنولوجيا دي مش موجود. حضرتك بتاكد لي ان الجهاز اللي انت اخترعته في مصر وتصنع في الانتاج الحربي مش موجود في اي حته في العالم؟ بالظبط. لسبب، اي دايره كهربائيه بتاخد كهرباء يا اي سي يا دي سي. اي سي اللي هي الكهرباء العاديه بتاع البيت اللي هي 220 فولت، الدي سي اللي هي بتبقى كهرباء زي كهرباء البطاريات اللي هي 12 فولت او الخلايا الشمسيه او توربينات الرياح. مفيش دايره كهربائيه واحده، دايره واحده بتشحن من ده ومن ده، يعني ما تاخدش اي سي ودي سي في نفس الوقت. يعني يا تشحن من كهرباء البيت يا تشحن من خلايا شمسيه، مفيش دايره بتشحن من كهرباء البيت ومن خلايا شمسيه. احنا الدايره بتاعتنا كده، بتشحن من خلايا شمسيه او من كهرباء البيت. فالدايره دي فيها الجزئين الاي سي والدي سي، ودي حاجه مش متوفره على مستوى العالم كله. طب هل بعد ما انتجته في هذا المنتج بشكل شيك في الانتاج الحربي هل حصل تسويق ليه؟ في تسويق، هو التسويق مش بشكل كبير لان احنا كنا مركزين على حاجه معينه. التسويق هو المنتج متوفر عندنا، اي حد يقدر يجي يشتريه من عندنا، وبس احنا كنا حابين نوسع خطوط الانتاج لان احنا مش حابين بس يكون في مصر. نعم. حابين يبقى مصر بتصدره. احنا الدول الافريقيه كلها والدول العربيه بتعاني من مشكله الكهرباء. نعم. والدول الافريقيه زي نيجيريا، اثيوبيا، السودان، ليه الدولة في مصر ما تعملش ده؟ هيخليها عملة صعبة، هتحسن وتوطد علاقاتها بالدول دي، غير ان احنا هيبقى لينا تكنولوجيا متواجدة في العالم كله. فده كان الطموح بتاعنا، بس طموح زي ده محتاج مستثمرين، شركات عالية، محتاج سيولة أكبر. فاحنا بنتكلم على قدنا لان احنا مجموعة من الشباب برضو. تمام. كل اللي قدرنا نعمله ان احنا نعمل شركة ونتعاون مع مؤسسة صناعية زي الانتاج الحربي. ومؤسسة الانتاج الحربي بتوفر لنا التصنيع، لكن ما بتوفر لناش السيولة المادية. واحد من المستثمرين الكبار المصريين المحترمين امبارح كنت بشوفه في احدى القنوات الفضائيه وقال لك ان هو انا اي شاب في هذا المجال انا بحاول ان انا اساعده. يا رب الفيديو ده او الفقره دي توصل لهذا المستثمر اللي هو اسمه ساويرس، لو نجيب ساويرس. طيب حضرتك
ايه الجهاز التاني اللي فيه تعاون ما بينك وما بين الانتاج الحربي؟ الجهاز التاني المواتير. احنا عملنا موتور جديد، الموتور ممكن نستخدمه للمراوح او الغسالات او الثلاجات. الموتور ده بيستهلك باور اقل او قدره كهربائيه اقل. معنى صح، هدي مثال بسيط. لو انا عندي مروحه عاديه، المروحه العاديه لو شغلتها 10 ساعات متواصله بتسحب 600 واط، لو 60 واط في الساعه في 10 ساعات 600 واط. الموتور بتاعنا في ال 10 ساعات بيستهلك 100 واط بس، فانت وفرت 500 واط، وفرت في فاتوره الكهرباء، وفرت في الاستهلاك اللي بتسحبه من محطه الكهرباء، فوفرت استهلاك محطه الكهرباء نفسه. عظيم. فده الموتور ده، وعملنا عليه تجارب، واحد مصانع الانتاج الحربي خد الموتور وبيعمل عليه الدراسات بتاعته والعينات، والحمد لله كانت النتائج كويسه جدا. والموتور ده بتستخدم فيه؟ ممكن نستخدمه في المراوح، الغسالات، الثلاجات. تمام. ومواتير المايه، يعني مواتير المايه برضو عملنا منتجات لمواتير المايه بشكل جديد جدا وتكنولوجيا متطوره، وبيسحب باور اقل برضو، قدره كهربائيه اقل. المواتير المايه اللي بتستخدم في البيوت، بتستخدم في المناطق الصحراويه، تسحب المايه من الابار او البيوت. المواتير العاديه بتستخدم في البيوت بس بتطوير تكنولوجيا، والمفاجاه ان السعر بتاعها بيبقى ارخص كتير من الاسعار حتى المنتجات الصيني، يعني بيبقى اسعارنا ارخص من المنتجات الصيني كمان في كل الاجهزه اللي احنا عاملينها. ودي حاجه كانت لما بنعرض الموضوع على حد بيبقى مفاجئ، من الاسعار رخيصه كده والكفاءه بتاعتنا عاليه قوي. سؤال واضح وصريح، هل الاجهزه دي انت يعني ممكن حد من المشاهدين او مستثمر ممكن يكون شايفنا دلوقتي على الهواء او على اليوتيوب يسال، طب انتوا الاجهزه دي عملتوا لها تيست؟ عملتوا لها تيست على المدى البعيد، يعني يبقى وقت كبير انك انت عملت تيست عشان يقتنع المستثمر مثلا، يقول لك يا مصطفى تعالى بقى خلاص تعالى ننتج بقى بعدد كبير ونبتدي نسوق ونعمل اعلانات. عملنا اختبارات كتيره وتحت ظروف مختلفه وظروف صعبه جدا عشان نشوف كفاءه الحاجه ونشوف ايه العيوب اللي ممكن تقابلنا وايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا عشان نحلها، لان احنا عملنا شركه، فبالتالي مش عايزين يبقى المنتج بتاعنا بيخسر. فبالتالي عملنا كل ده، تستات والتجارب، تجارب على كل حاجه بتبقى تجارب كافيه جدا. يبقى باور سيف انك انت تشحن الجهاز وتشغل الجهاز اللي انت عايز تشغله في البيت. بتشحنه مثلا ربع ساعه تشتغل 14 ساعه، وممكن تشحنه بالهواء او الشمس او بالطاقه الكهربائيه اللي في البيت، صح كده؟ بالظبط كده. عندنا باور سيف بطريقه مختلفه، او ان احنا نقلل استخدام الكهرباء في اي جهاز من الاجهزه. تمام، صح كده. تمام. الثالث هو داتا شو او بروجكت. لا الثالث اللي هو المضخات الميه او الموتور، مواتير الميه، طرمبات الميه. طرمبات الميه دي انت بنفس الكفاءه خليت الموتور يستخدم كهرباء اقل. بالظبط كده. كام في الميه تقريبا اقل؟ تقريبا 60%. 60%. 60%. ايا كان بقى الموتور، موتور صغير قوي او برفع ميه للدور الثاني او برفع للدور ال20، او بيبقى ستاندر واحد، او بعمل استصلاح زراعي مثلا في الصحراء وبطلع من بير مثلا في الصحراء. بالظبط كده. بالظبط. صح كده. بالظبط كده. الجهاز الرابع الداتا شو او بروجيكتور. احنا عارفين ان البروجيكتور او الداتا شو اداه العرض بتستخدم مثلا في اللابتوب او في الشاشات الكبيره. سعرها اولا بقى عالي جدا، يعني بتبدا حاليا من 5000 جنيه اللي هو النوع الاقل جوده، غير ان هي بتستهلك كهرباء. احنا عملنا بروجيكتور ما بيستهلكش كهرباء ولا باور خالص، هو مجرد ان انت بتحطه على شاشه الموبايل، وده اول جهاز بروجيكتور بيستخدم للموبايل او تابلت او لابتوب او التلفزيون. بتحطه على الشاشه، الضوء الصادر من الجهاز او الضوء الصادر من التليفون من التلفزيون، الجهاز نفسه بيكثف الضوء ده وبيستخدمه كباور ليه، ويبدا يعرضه بريزوليوشن عاليه جدا كمان، زيها زي اي بروجيكتور موجود، وبجوده عاليه جدا وبسعر ارخص. يعني لما نلاقي بروجيكتور للموبايل سعره 300 جنيه من 5000 ل 300 جنيه، فاحنا بنتكلم على انجاز. غير ان هو هيكون ان شاء الله على المدى القريب طفره في علم التكنولوجيا وعلم تكنولوجيا التصوير والعرض، لان الجهاز ما بيستهلكش كهرباء، ما بيستهلكش باور، بيستهلك الضوء بس، الضوء اللي صادر من اي جهاز بيستهلكه ان هو يولد بيه كهرباء، وبالسعر الرخيص ده وبالحجم ده وبالشكل كمان والكفاءه بتاعته العاليه جدا. فاحنا عملنا طفره في علم التصوير وعلم التكنولوجيا، وان شاء الله ده يبقى على المدى القريب حاجه علميه كبيره ان شاء الله. جهاز البروجيكتور ده لو عرض الصور، ممكن اعرض صور، ممكن اعرض فيديوهات، ممكن اعرض رسومات. ده يستخدم في الجامعات، يستخدم في كل شركات العالم. انا استخدمه في الموبايل بتاعي كمان. يعني حضرتك يا مصطفى بعد اذنك تقول لي ان حضرتك اللي انت كل اللي انت بتقوله لي ده مش موجود ولم يخترع
قبل كده في العالم خالص. يعني كل البروجيكتورات الموجوده البروجيكتور العادي اللي بيتوصل بيتسطب بيتوصل بفلاشه سواء في اللاب او في اي جهاز ويبدا يعرض. لا احنا وبيستهلك كهرباء. احنا جهازنا ما بيستهلكش كهرباء, بتحطه على الشاشه مباشره بيبدا يعرض الصوره وبريزوليوشن كويسه جدا. مصطفى معلش اعذرني ان الفقره خلصت وتقريبا اليوم بتاعنا تقريبا خلاص على وشك انه يخلص. احنا مبسوطين جدا انك انت معانا, مبسوطين انك انت بتشرفنا كل فتره بنشوف ايه التطور الجديد اللي حصل لك في في في, في شغلك واختراعاتك. بالتوفيق دائما ويا رب ان شاء الله للامام يا مصطفى. ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. شكرا. شهيدي نهارك سعيد. ارجوكوا لازم نهتم بالشباب, ارجو ان حد يكون سمعنا في نهارك سعيد في نايل لايف, ارجو الاهتمام بحاجه مهمه جدا. المستثمرين لازم يخشوا البلد, مش هتعمل كل حاجه, البلد مش هتعمل كل حاجة, لازم المستثمرين والقطاع الخاص يخص عشان اختراعات مش موجودة في كل حتة في العالم, اختراعات جديدة مش موجودة في كل حتة في العالم, يعني ممكن تسوقها في العالم كله, وصناعة مصرية 100%. صح؟ صح. فاصل وراجعين.